موضوع امتحانات البكالوريا مع ضيوفي في الاستوديو الاستاذه فايزه بدوحان اخصائيه نفسية واستاذه اللغه الفرنسيه سابقا والاستاذ بركنا سعدي استاذ الفلسفه صباحكم سعيد وشكرا على تلبيتكم الدعوه صباح الخير وشكرا العفو صباح الخير صباح النور اذا نستهل ربما مع الاستاذة الاستشارية النفسانية واخصائية النفسانية فيما يخص ربما امتحان المادة الرياضيات بالامس هناك تلاميذ من يتخوف من هذا الامتحان يعني كان عندهم تخوف قبل الامتحان وايضا بعد الامتحان لما واجهوا صعوبة في الموضوع كيف ربما سيأثر اليوم على الامتحانات اللي ما هو يعني انا ننصح المترشحين والطلبه انه ما يعاودوش يديروا هذاك ل... هذيك يعاودوا يفكروا في المواد اللي امتحنوا فيها سابقا يركزوا في الماده اللي رايحين يترشحوا فيها في اليوم وفي ال... الغد ان شاء الله اذا ما يعاودوش ما يديروش تقييم مرجعي للمواد ما يقعدوش في هذاك التقييم عملت ما معل... ما عملتش شحال ربما يكون لي تقييم في المواد اللي سبقت ترشحت فيها اذا يشوف للامام ويركز في المواد اللي وي... كمل المراجعه تاعو كمل التركيز تاعو اه وأنا نوع من الثقه بالنفس اه لازم يثق في العمل تاعو أه؟ وهو حصيله يعني, يعني خوف التلميذ عفوا استاذه بدوحان خوف التلميذ ربما هو اللي يخليه ما يركزش في الامتحان ويشوف الامتحان ديالو صعب لا لا هو يعني الواحد اللي يكون راجع طوال السنه الدراسيه مهم. اه ويكون يعني سبق له انه تناول المواضيع اه دوكا الطلبه أه في التحضير يعني حاليا ولاو يجيبوا مواضيع ويحلوهم خاصة يعني في الاستاذ في القسم ولا في الدروس اثناء الدروس التدعيمية مع الاستاذ المختص في الدروس التدعيمية حتى يعني المراجعة هذيك الجماعية مع الاصدقاء هم يجيبوا يعني مواضيع كما يعني سبق لهم وحلوا يعني المواضيع في اثناء المراجعة واثناء التحضير قبل الامتحان يعني راح تكون نفس نفس يعني ما كانش حاجة بما عامل خاصة و... عامل الخوف ربما يخلي التلميذ يرتبك حتى انه يكون عنده معلومه باش يجاوب لكن هذاك الخوف اللي يعني. عليه يخلي يخليه ما يقدرش يتعب. هو طبعا وخاصه بعض الطلبه عندهم بما نسميه احنا في علم يعني النفس قلق الامتحان، أه؟ يعني حتى في الامتحانات اللي كان يقوم بها في اثناء المشوار الدراسي كان عنده هذا النوع من، لكن هو يعني تبقى انها تصورات ذهنيه طالب هو الذي يعني يجب التخلص منها، يعني شهاده الامتحان كباقي انا نقول للطلبه هي ك باقي الامتحانات اللي مرت عليه اثناء السداسي الاول والثاني واثناء الاسئله والمواضيع اللي كان يطلب منهم حلها حلها الاستاذ تاع خاصه سواء في القسم او في الدروس التدعيميه يعني نفسها حتى ولا يمكن تكون يعني بعض الاسئله شكل يعني في الطرح نتاع الاسئله لكن الاجابه تبقى واحده المنهجيه تبقى واحده والمعلومات هي واحده اذا على الطالب فقط القراءه الجيده اه القراءه السريعه الاوليه حتى سكون ابل اون تكوين علاقه مع ورقه الامتحان اه هنا ما يتسرعش للاجابه الطالب انا ننصحو يعني ما يتسرحش مباشره يروح يجيب ولا يتخوف وهو مازال حتى قراءه الموضوع في بعض الاحيان يبدا التخوف وهو ما قراش لا ربما عند القراءه يكون هذاك الاسترجاع ويكون هذاك الموضوع سبق له حتى لو ما يكونش نفسه سبق أنه تناول موضوع مشابه أه؟ اذا المنهجيه نفسها والمعلومات ما راحينش يجيبوا يعني معلومات خارج المحتوى الدراسي يعني فيما يخص البرنامج الدراسي لطوال طوال السنه الخاص بطلبه تاع شهاده البكالوريا يعني من نفس البرنامج نفس المعلومات أكيد. منهجيه واحده برك الطالب يتطلب منه التركيز تكوين العلاقه مع الورقه الامتحان تكوين العلاقه مع الموضوع والاسترجاع تاع المعلومات رايحه تجي تدريجيا تدريجيا, 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 تدريجيا <applause> ما يتخوفش يعني ا ا ا ا لازم يركز يقرا مليح وي ويحط في نفسه اه في التصورات تاعو الذهنيه انه موضوع هذه الأسئلة هي نفس الأسئلة اللي جازت عليه لاروباما عبر يعني البرنامج السنة الدراسية بأكملها إذا تكوين العلاقة القراءة الجيدة عندما أقول القراءة الجيدة هي تلك منهجية حتى القراءة في منهجية هذا الطالب باش يعرفه في بعض الأحيان الأجوبة موجودة حتي بعد أحيان في بعض الاحيان نصف الجواب يا نعم. كنقولوا سؤال, نصف الجواب في كي يقرا مريح الاسئله راح يبدا يجاوب بالجواب الاول فيما يخص الاسئله اذا القراءه الاولى عندما نعم. اقول القراءه الثانيه القراءة الثالثة التاني التركيز أكيد والمعلومات نعم. والاجابة ستكون تدريجيا تدريجي وعندما يتلقى نعم. صعوبة في السؤال الأول هذه فقط باش نوضحه أكيد سنعود إلى هذه نعم. النصائح نعم. أستاذ نعم. بادوحان نعم أستاذ براكنا سعدي أكيد وفقا لما قالته السيدة بادوحان فايزة أكيد إن شاء الله يكونوا التلاميذ يستمعوا ليك الآن وياخذوا بنصائحك امتحان بالأمس الرياضيات بدأت الرياضيات كان صعب على شعب الأدبية قالوا يعني تقريبا فيه شويه صعوبه على التلاميذ التلاميذ القسم الشعب العلميه ايضا قالوا انه كان فيه نوعا ما صعوبات انتم كيف ربما النصائح اللي تقدموها للتلميذ انه الامتحان تاع الرياضيات خاصه انه الشعب الادبيه ما يهمهمش يعني العامل ماشي ماشي ما يهمش وانما العامل ماهوش يعني مرتفع حتى انه يخافوا على الباكالوريا اليوم عندهم امتحان الفلسفه نصائح بصفتكم استاذ فلسفه سابقا بسم الله الرحمن الرحيم على كل حال احنا دائما يعني التلاميذ نصحوهم بربما بعض المعالم الاساسيه اللي تحدد التركيز النفسي تاعهم اللي <applause> هو انهم يتخلصوا من رواسب الماضي معناتها المواد اللي اجتازوها هذه ينبغي ان تنسى علاش لان التلميذ لما يبدا يتحاور مع نفسه خاصه لكن كان ما جاوبش على حساب واش كان في الهدف ديالو ممكن يوقع نوع من الاحباط ومن بعد ما يصيبش كما نقولوا اعاده تجديد الطاقه اللازمه لمواجهه المواد الاخرى <applause> حنا قلنا التلاميذ دائما المواد مهما كان طبيعتها ياخذونها على قدم وساق يعني كامل يشوفوا لها بعين الاعتبار ويتسلحوا منهجيا <applause> لماذا لان ربما هناك بعض المسائل التي تشوش على تركيز اذهان التلاميذ ومن بعد يروح له ما يسمى بالاستقرار النفسي مثلا نصيب التلاميذ يحوسوا على الشائعات ولا ربما يحوسوا على الدروس المتاحه المحتمله صيبهم هاي ليك هاي ليك ومن بعد التلميذ يروح بدرس معين في الذهن ديالو ومن بعد ما يصيبوش في الورقه ها هنا يوقع له نوع من الاضطراب حنا ولذلك حنا مادام التلاميذ ان شاء الله يكونوا يشوفوا فينا التلاميذ. نقول التلاميذ لما يجيوا رايحين ما يديروا حتى درس ما يديروا حتى حاجة في الأذهان تاعهم يتسلحوا أول كما يقولوا بالمنهجية يتسلحوا بالعزيمة والإرادة أم بعد لما يروحوا كما نقولوا حنايا داخل الأقسام كيف يتعامل التلميذ مع السؤال يعني خاصة في المجال الفلسفي يصيبوا تماك ثلاث مواضيع أساسية زوج يجي في شكل مقالة واحد يجي في شكل تحليل نص مه. إحنا الحاجة الأولى قلنا دائما يقرأ السؤال كما أشرت إلى ذلك الأستاذة مرتين ثلاثة بالتأني لأن في الحقيقة الجواب موجود ضمنيا في صيغة السؤال مه. أم بعد يكتب كما نقولوا حنا هذاك السؤال في المسودة ويبدا يسطر على الكلمات المفتاحية حتى تخرج كامل المعالم نتاع الافكار المختفيه وراء السؤال على خاطر في الفلسفه دوك انا نقرا السؤال اني فيه بالك أربعة ولا خمس كلمات ولكن <applause> واش يتخبى موراه يتخبى موراه فلسفه نظريات مقولات ادله على هذيك حنا نقولوا للتلاميذ لازم الحاجه الاولى اللي هي المسوده هي الاولى يحطوا فيها الخطه مثلا إذا كان يتبع الجدل يدير الخطة من المقدمة حتى الخاتمة إذا كانت استقصاء كيف كيف يدير من المقدمة الخاتمة يحط العناصر تاع المنهجية ومن بعد يغذيها ب بعض المعلومات التي سوف يسترجعها بصورة تلقائية دون أن يبذل أي جهد مثلا أسماوات نتاع الفلاسفة المقولات ما يكون يخمم مثلا في الأطروحة الأولى إذا فكرة من الأطروحة الثانية يسجلها على خاطر من بعد لذلك لما يطم كيما نقولوا حنايا في هذه في المسوده ومن بعد تجي المرحله تاع التنظيم الجيد الورقه المزاوجه ومن بعد كيما نقولوا حنا يحاول يستخدم ما يسمى بالاسلوب الشخصي ديالو على <applause> خاطر لاحظنا حنا التلاميذ الان واش هو السبب تصيب يقول لك راح غدوه ان شاء الله راح يجي الدرس الفلاني الدرس الفلاني الدرس الفلاني <applause> بعد كاين بعض الاساتذه سامحهم الله يقول لهم هم هذو لغاوهم هم بدلوهم قالوا راه هنا معناتها التلميذ الثقه تاعو تبدا تزعزع ولذلك احنا اللي يهمنا ان التلميذ يتسلح اولا بالاستقرار النفسي بالثقه في النفس ويتسلح بالخطه ومن بعد يمشي بالعقل بالعقل والوقت نتاعو لازم يمشيه أصفاص ما يلزمش يشوف الزميل تاعو إذا كان يسرع ولا باطي ولا كذا هاي الحمد لله عندنا بالنسبه لماده الفلسفه ولا ماده العلوم الطبيعيه او كما اليوم عندهم من 8 ونص حتى للوحده معناتها كاين الوقت الكافي باش التلميذ يسترجع وهناك مساله اساسيه يعني التلاميذ لازم يعرفوها هاي عنده ربع سوايع ونص هاو يخدم ساعه ساعه ونص من الناحية البسيكولوجية التلميذ ممكن يمر بمرحلة فراغ. كيفاهم؟ وهذيك المرحلة تاع الفراغ لازم يعرف بأنها مرحلة طبيعية وعادية، ما يلزمش يتقلق يقول لك ربما المعلومات راحوا، لا هنا لازم يعاود يسترخي ويعاود يدير إعادة البرمجة العصبية بصورة دقيقة بينه وبين نفسه وعندنا الحمد لله نوعين من التذكر. كاين التذكر الإرادي. لنبذل فيه المجهود وكاين التذكر العفوي اللي هي الافكار تجي عن طريق التداعي الحر بصوره تلقائيه دون ان ابذل اي مجهودات. هذا هي يعني مجمل النصائح الاوليه اللي نعطيها لهم للتلاميذ. شكرا آه. استاذ بركنا، اعود اليك استاذه بدوحان فيما يخص ربما امتحان اللغه الفرنسيه وانت كنت ايضا استاذه اللغه الفرنسيه سابقا. نصائح ربما اليوم احنا يعني يعني معروفين انه تلميذ اليوم ما عندوش مستوى يعني جيد وما قولوش ضعيف في اللغه الفرنسيه نصائح اللي تقدري تمديها تيميد كيفاش يقرا الموضوع تاع اللغه الفرنسيه خاصه فيما يعرف بالتعبير الكتابي ليكسبريسيون <applause> 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 طبعا هذا هو المشكل تاع يعني اغلب الطلبه أه؟ يحفظوا الكلمات، اه ربما يكونوا جمل، اه احنا من نخفضوش المستوى تاع الطالب، عندنا ثقة يعني في المجهودات والإرادة تاع الطالب، يعني كان محاولات كان لكن في بعض الأحيان اللغة الأجنبية اللي ما نتكلموش بها واللي ما نتناولوهاش، لربما ما يستعملوهاش حتى الأسرة تاعو في البيت، اه ما يستعملهاش خارج البيت، إذا اللغة عندها يعني تقنياتها باش الواحد يرفع من المستوى تاعو ويحسنها، إذا يعني نوش انا واش ننصح الطالب بدايه لما يكون عنده نعم عندما تكون اساس يقوم باختيار الموضوعين يعني في موضوعين اختياريين مم. ايضا كيف ربما يقرا النص الاول الاساسي كيفاش يقرا كيفاش يستخرج منه الاسئله الاجوبه الاجابات للاسئله هي قبل كل شيء يعني ننصح الطالب يعني ما يتسرعش في اختيار الموضوع مم. من الوهنه الاولى اه يدير كيما نقولوا بيلو فاس يشوف يقول هذا نديرو هذا ما لا هو يعني يقرا الموضوع الاول ويقرا فيما بعد الموضوع الثاني لربما الاول في الوهنه الاولى يتبان له بلي هذاك الموضوع اللي راح يجي يعني يتناولو بسهوله لكن من بعد راح يغير اذا يقرا المواضيع في تاني الموضوع الاول والموضوع الثاني ما يتسرعش إيه، وعند اختياره للموضوع إيه، كما تكلمنا على لا كونستروير لا ما من هذيك هو اللي راح هو اللي راح يحتوي هذاك الموضوع هذيك الورقه اه هو مم. اللي راح يحتويها كيف؟ اه ها كيفاش يكون هذيك العلاقه تاع الثقه؟ يقول باللي هذا الموضوع مش غريب هو اللي كما قال لك الاستاذ اغلب الطلبه يحبوا الموضوع اللي شافوه، ها اللي سبق لهم شافوه ولا حلوه في القسم ولا حلوه اثناء الدروس التدعيميه اذا آه يحب يجيب موضوع هو موضوع مشابه حتى لو كان ما يكونش نفس يعني الموضوع لكن منهجيه منهجيه واحده مم. ها قراءة واحدة ها إذن هو يعني حتى لو كان يشوف بعض الكلمات هناك ألفاظ يعني مستعملة سابقا سهلة مستعملة يعني سهلة من حيث المعنى يفهمها بسهولة لكن عند تلقيه لبعض الكلمات تكنيك لي تكنيك كلمات التقنية الخاصة بالنص بالنص ها بموضوع النص آه ما يتخوفش منها آه يكون ذكي آه في البحث عن المعنى تاعها حتى ولو ما سمعتوش خلال ربما المعنى, من خلال المعنى خلال المعنى اه والقراءة الجيدة والمعنى راح يفهم لأنها هي معاني وكلمات عندها علاقة مباشرة بمحتوى النص إذا القراءة كما قلت القراءة الأولى ثانية وكما قال الأستاذ يعني الذاكرة تسترجع تدريجيا آه آه هناك ذاكرة رجعية آه تكون كما نقولوا غير إرادية وفي بعض الأحيان تدخل الاراده يعاود يربط اه يربط الدروس يعاود يسترجع اه يسترجع ما قاله ما قاله الاستاذ يتذكر بعض النصائح الراسخه التي تبقى هناك نصائح لان الاستاذ يتكلم عليها طوال السنه ويتكلم عليها ويعني وباعاده اه وبتاكيد أه؟ اذا وفيما يخص التعبير الكتابي ليكسبريسيون ايكريت يتخوفوا منها ما يتخوفوش منها لانه كيفاش يديروا يحط الكلمات اللي تجيه ويربطها عندها علاقه مباشره يحط الكلمات ثم ينسق الكلمات هذيك حتى يكون جمل، آه، ثم تكون له فقرة، آه، فقرات، آه، وهذيك الأفكار يوظفها ومن بعد يربط نعم. يدير لي جونكسيون ويستبركونتيناسيون تاع القبالة، تفضل أستاذة يعني باختصار شديد لو سمحتي أستاذة عندنا فيما يتعلق بالمنهجية تاع التعامل مع موضوع الاختبار لا يوجد فرق، لا يوجد فرق بين جميع المواد، معناتها الطريقة اللي نتعاملوا بها سواء في الفلسفه، في الرياضيات، في العلوم، في, في الانجليزيه، في الفرنسيه، في الادب العربي، هو الحاجه الاولى الحمد لله لازم نبهه برك التلميذ. نعم. عنده نصف ساعه. من منحتها له الوزاره، منحتها له الوزاره كيما نقولوا احنا بونوس. هذيك باش كيما يقولوا يخير بين الموضوع الاول والموضوع الثاني. في هذه النص ساعه، في هذه النص ساعه واش يدير؟ يقرأ الموضوع الاول هكذايا ومن بعد يقرا الموضوع الثاني مم. قراءتين ثلاثه ومن بعد عنده بقلم الرصاص بقلم الرصاص يبدا يسطر كما نقولوا حنايا عن الكلمات المفتاحيه ويشوف الاسئله ومن بعد يبدا يكوشي كما نقولوا حنا كي يبدا يكوشي يشوف مثلا عندي الجواب هنا عندي الجواب هنا عندي الجواب هنا عندي الجواب هنا. لازم يكون العمليه كتابيه ماهيش شفاهيه وين يصيب عنده اكبر عدد ممكن من الاجوبه هذاك هو النص الذي يناسبه ومن بعد لما يقوم بعمليه الاختيار حنا ننصح التلاميذ لان الكثير منهم يغامروا واش يدير خاصه اذا كان شاف النص طويل يروح مباشره الاسئله ما يقراش كامل النص ومن بعد لما يروح لهذاك السؤال يحوس على الكلمه وين موجوده في السطر ويروح له النظم والنسق العام نتاع النص باسكو النص راه الله يبارك فيه مقدمه فيه عرض فيه خاتمه فيه ان ريزون مون معناتها فيه هندسه منطقيه لازم كيما نقولوا إحنا التلميذ يكتشفها هذا يعني باختصار شديد وثم التاني التاني وما دابنا كامل التلاميذ ياخذوا الوقت نتاعهم فقط هذا ما كان نعم <applause> نعم استاذه فايزه في فيما يخص ربما مساله الاكسبرسيون فيها ربما منهجيه كما هي كما النص تاع المقال بالعربيه يعني بالفلسفه ولا النصيحه اللي تقدر تقولها تلميذ انه كيفاش ربما لانه الاكسبرسيون ايكريت حيكون عندها معدل ربما اربع او خمس نقاط على ما اعتقد هي هي المشكله مش في ما, يخ... ما لازمش الطالب يخمم في التقييم والتنقيط أه؟ هو الموضوع يقرا مليح السؤال نتاع يعني في بعض في أ... دائما يعني في اغلب الاحيان هو يعني مدروس ليكسبريسيون <applause> ايكريت ما يشوفوش المستوى العالي الم... ل... 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 نتاع الطالب يشوفوا يعني المستوى المتوسط يعني ما رايحينش يديروا حوايج اللي ما راحش يقدر يعبر عليهم الطالب لكن المنهجيه الاستاذ يحسب عليها ايضا في, في الاجابه إيه؟ المنهجيه طبعا هو في خطه هو في خط... على نقطة هو في تخطيط هو ناس. في تخطيط هو ليكسبريسيون من افضل استعمال ورقه تل... لا 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 المسوده أه؟ ورقه المسوده أه؟ حتى يبدا يعني فيه تخطيط تاع ليكسبريسيون يبدا بالافكار الاولى يعني كيما النص كيما قال لك الاستاذ في النص الادبي مقدمه ها أه؟ اون خفيفه بسيطه حتى يدخل في الموضوع بعد ذلك مباشره اذا ثم يبدا بالافكار الاساسيه اللي أه؟ راح تخليه بعد ينمي ديفلوبي لي يبدا بلي زيدي فوندامونتال في الافكار الرئيسيه بعد هي اللي تخليه يتناول الافكار الفرعيه، في فيما بعد، ومن بعد هذيك الافكار الفرعيه يعني تدريجيا بصفه غير مباشره يوصل للخاتمه، الخاتمه اللي توضح للقارئ، والمصحح ان هذا الطالب تناول خطه منهجيه اللي خلاته يتوصل للمقدمه، افكار رئيسيه، افكار الفرعيه، والخاتمه فيما بعد. كما قلت لك تلقى مشكله في التركيب آه يضع الكلمات وبعد ذلك ينسق جمله جمله بجمله جمله بجمله من بعد يحط لي sparkle... نعم بوسائل الربط لي نعم. زارتيك دو جونكسيون من بعد يربطهم حتى ولو ما يقدرش يتناول الربط ل... 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 يعني ل... وسائل الربط هذيك لي زارتيك هذيك دو يدير البسيطه اه يدير العطف اه اي مي لكن عندما نعم يكون حاجه يعني ما يعني اشياء اللي متداوله واللي خدموها يعني طوال السنه ما يتخوفش يكتب لي مو كما قال الاستاذ استاذ الكلمات كتلميذ تلميذ حسب كتلميذ مش كاستاذ نعم نعم كاستاذ اذا واش حبيت نقول لك انا يعني حبيت نقول لك باللي الكلمات اللي تجيه فلاش هذيك الكلمات لربما ينسى عليها من بعد يحطها في الورقة المسودة اللي عندها مباشرة علاقة طبعا بالموضوع نتاع التعبير الكتابي يكتب هذوك الكلمات باش ما يروحولوش راح يسهلو وراح تجيه الثقة بالنفس لأنه عنده أشياء راح ينطلق منها هذيك ها؟ الكلمات هذيك راح من بعد منها يكون الجمل والجمل يكتفي ربطيها يبقى التنظيم اه حتى تخرج له المنهجيه حتى المصحح عندما يشوف عندما يعني يلاحظ نعم عندما يلاحظ ويقرا تلك ويشوف ان الطالب راه يتبع اه في المعنى وفي التنسيق بين الفقرات وبين الافكار تاعو اذا راح تكون منهجيه راح تكون يعني الاجابه مقبوله اه والتقييم راح يكون طبعا تقييم ايجابيا والطالب ما يحطش راح الاستاذ يعطي له حاجات تاع مستوى الاستاذ راح دائما يعني الاسئله تمشي مع الطالب المتوسط وليس مع أستاذ الطالب الموهوب او الخارق نعم الذكاء كما قال الاستاذ راكنه ايضا انه تلميذ يحاسب كتلميذ وليس كاستاذ آه ويبقى نعم الابداع من الطالب حنا نشوفوا المستوى المتوسط نعم اه هي العالم واللي عنده مستوى, مستوى طالب نعم. واللي عنده مستوى منخفض في اللغه الاجنبيه اه راح يحاول باش يروح للمستوى المتوسط اه في بعض الاحيان المصحح يشوف المعنى حتى لو ما عرفش يعبرها كان المصحح هو بدرايه هو يشوف المعنى الطالب فهم اه وما دارش حاجه اللي خارجه الموضوع هذه برك يتفاداها الطالب حتى نعم. ما يحولش يدير موضوع فلسفي اه في اللغه الاجنبيه اه لكن حتى انه ربما توافقني الفكره أنه الطالب لما يكون يجوز واش يقول يقول يعني بعد ما يجوز الاتحاد يقول لي درا عندما من ورقتي يعني صراحه انا وحده كنت نقول هذا هذا الاستاذ اللي يكون يصححها اسكو هذا الاستاذ مزير ماشي مزير اسكو يتفهم ماشي متفهم هذا الحوار الذاتي هنايا آه. هدي... لازم رسم... في حد ذاته يبدأ, يبدا لازم آه. هده لازم الطالب يتجنب الحوار الذاتي هذاك الحوار مع نفسه اه هذاك اثناء الورقه نعم يكونستخوي لا برك مع الورقه اه ويدخل كيما نقولوا يدخل مغامره مع الموضوع يدخل وينحيك صحيح الثانويه التي ستشكل حتى ما تقدر أستاذ براك حتى يجاوبنا على معليش يعني احنا فيما يتعلق بالمساله تاع التصحيح هي انت تعرفي باللي كاين انبارام يعني سلم تصحيح يجي من عند وزاره التربيه صحيح ومن بعد النهار يروحوا الاساتذه يصحوا عندنا اليومين الاولين اليوم الاول واليوم الثاني هم يتناقشوا في البارام على المستوى مم. الوطني باش يشكلوا كما نقولوا وحده متكامله والتصحيح تاعهم باش يكون موضوعي احنا ننصحوا التلاميذ ما يخموش في هاد المساله احنا ننصحوا التلاميذ يخموا في اداء واجبهم فقط اما واجبة الاخرين راهي المسؤوليه ملقاة على عاتقهم عندنا كاين هذاك البرام يناقشوه ويخدموه بالعقل ويكون تصحيح بشويه هذا هو احنا يعني النصيحه اللي نعطيوها التلاميذ ما يخموش في الواجبات نتاع غيرهم. ان شاء اولا فيما يخص هذه حالات اقصاء بسبب تاخر دقيقه او دقيقتين عن موعد الامتحان نعم هي على كل حال فيما يتعلق برؤساء مراكز الاجراء خذوا تعليمات مه. صارمه باللي والنصف الابواب تكون مصادقه مه. صحيح عندنا بالنسبه للرئيس يعني مركز الاجراء ما يقدرش يجتهد ولا يتعامل كيما نقولوا حنا بصوره عاطفيه لانه الاجتهاد مع نص التعليمات جات على المستوى الوطني كيما نقولوا حنا على 8 ونص تفاديا وهذيك النصف ساعه هي نورمالمون يجوزوا على 8 هذيك النصف ساعه شغل كيما نقولوا حنايا يوخروها برك لتوزيع مواضيع الاختبارات باش ما تكونش هناك تسلوبات على هذيك حنا يعني واش ننصحوا اولا التلاميذ يعني لازم كيما نقولوا ياخذوا الاحتياطات اللازمه والاستدعاءات راهم سحبوها في بدايه شهر ماي ولازم الانسان يتعرف على مركز الاجراء ويدير كيما نقولوا إحنا قياسات تجريبيه باش يعرف وقتاش يخرج كيما نقولوا من الدار وكيفاش المساله الى ومع ذلك مادام حنا رانا بشر لازم تخرج كما يقولوا خرجت ويقدروا يروحوا الناس كما هادو ابرياء يعني كما نقولوا نعم. يقصى من البكالوريا هذا بطبيعه الحال هذه السنه نعم ممكن يروحوا الكثير من الضحايا لكن من بعد بطبيعه الحال هذه النتائج سوف تعيد اعاده بناء التفكير في هذه المساله ربما تكون هناك استثناءات معينه عندما تكون الحالات موضوعيه كهذه يعني خارجه عن نطاق التلميذ مثلا كما قال هنا وقع اكسيدوم مثلا في التروموي ولا حاجه هذه مساله خارجه عن نطاقه وخاصه كي تكون ثلاث دقائق ولا خمس دقائق ولا عشر دقائق نورمالمون ما فيها حتى حاجه ولكن لازم الواحد يعلم باللي رئيس مركز الاجراء ما ينجمش ياخذ القرار. لكن شوفوا استاذ في لما نتحدث عن هذا الاقصاء عن التاخر بدقيقه او دقيقتين إيه. او ثلاثه وحتى أو خمس دقائق يعني يعني الجزائريين احنا يعني كبشر كما قلت نتعاطفوا معهم نشوفوا انه تلميذ ما يجوز انه ربما يحرم من الامتحان فقط لانه تاخر بدقيقتين او ثلاثه لا لانه نشوفوا حتى وضعيه الاخرين احنا ما نشوفوش فقط انه هذا الحمد لله يعني مكتوبه من عند ربي قدر الله ما شاء فعل يعني كان فيه اكسيدون او حادث انه تاع ترامواي اللي ما خلاش يوصل للامتحان وتاخر دقيقتين او ثلاث في حتى تلاميذ في اقصى الجنوب اللي يتنقلوا 20 30 أو 50 كيلومتر باش يجوزوا الامتحان انه يحرم بسبب تاخر دقيقتين يعني ما نراوش احنا ظروف التلميذ اللي راهو يتنقل من ولايه لولايه من منطقه لمنطقه باش يجوز الامتحان هذه صحيح واش راكي تقولي لان التعليم ما تنسيش لاول مره طبقت هذه السنه وانتي تعرفين لكن لما انا نطبق تعليمي اني صحيح اني جاي احنا نحترموا التعليمات نعم. لكن انا نراعي ان التلميذ يسكن في إيه. دار بيضان بعده يجوز في ميت قناه على ما اعتقد راهي في إيه. فوردلو ولا في باب الزوار انه تكون هنا يعني التلميذ يتنقل من مكان لمكان من منطقه لمنطقه باش يجوز يعني هنا ماهيش دراسه يعني التعليمه ماهيش مدروسه جيدا لا نعم هذه صحيح واش راكي تقولي علاش حنا قلنا دائما القانون ولا التعليمه لما تطبق لاول مره راه يتجر معاها العديد من السلبيات ومن بين السلبيات هذو الضحايا اللي راحوا كناس يعني ابرياء حاجه خارجه فوق نطاق ارادتهم ماهوش معناتها نيه مبيته قال مثلا يتوخر باش كيما نقولوا حنايا كاش ما يجيب كاش سؤال ولا حاجه ومن بعد يدخل ب... بافكار مسبقه للغش هذا دخلوا كما نقولوا حنا بنيه صادقه ولكن كما نقولوا حنا اصطدموا بهذا القرار بطبيعه الحال هذا راني قلت لك لاول مره في سلبيات كثيره ولكن بطبيعه الحال دائما اعاده النظر في التعليمات ولا في القرارات هي بعد متاخره بناء على هذه المعطيات لان هذه معطيات موضوعيه هي نورمالمون قادر رئيس المركز كي بكري او كاينين اللي يجيو هكذا خمس دقائق ولا يدخلوا يخليهم يدخلوا مم. لكن هذا العام شغل هذيك التعليم ما جات شغل بهذيك الصالمة والصرامه هذيك جابت هذه السلبيات هذه ربما كانوا كانوا ممكن ربما يحطوهم في قسم خاص يعني يكون عنده ينحوه يجردهم من كل وقت هذا حل من الحلول في قسم صحيح يعني يحطوهم في قسم خاص بالنسبه للمتاخرين يكون عندهم نعم. يعني لا يجوز انه نقصيه من الباكالوريا اللي, اللي هو, هو عام كامل ده. هو يجتهد. حضر. نعم صحيح. اكيد انه التلميذ هذا اللي راه سعى باش يلحق المركز ويجي من 20 كيلومتر اكيد ماهوش تلميذ اللي نعم. يقول بلي انا راح نغش ولا عصى. يقول راه بما انه اشقى 20 كيلومتر يعني انه راه هو تلميذ مجتهد لانه واحد ما يهموش الباك ما يشقاش 20 كيلومتر. صحيح صحيح لان دائما التصحيح والتعديل ياتي بعد بروز الكثير من السلبيات التي تتضمنها ربما تلك التعليمه اللي هي ماهيش مدروسه بصوره موضوعيه ولا بافاق يعني بعيده كما اشرتي. نعم. وانت على صواب. نعم، استاذه بادحا فيما يخص ربما هذا المشكل تاع التاخرات والاقصاء من الباكالوريا بسبب دقيقتين من التاخر. و... تقدر تقول عليها؟ هو هو كما قال الاستاذ يعني كي تكون تعليمه هكذا جديده أه دائما يعني تبقى بعض الفراغات وهذا لنقص التجربه لماذا؟ لماذا؟ لنقص التجربه لماذا يعني احنا ما نديروش ربما ندرس التعليمه قبل ما نطبقها ايه. يعني كان عندنا يعني و... سنه كامله كافيه ناخذ التعليمات والاجراءات نكون نشوف النقائص اللي فيها يعني ما حاش نكون نكون خمنت من قبل علاش بانه حيكون فيها تأخرات. فيه تاخرات؟ نديرهم في اقسام خاصه انه القرار مصر. البشري لو سمحتي استاذه مهما كانت طبيعته ومهما كانت دراسته اكيد فيه تكون فيه فجوات دائما تكون فيه فجوات وهذه الفجوات لا تصحح الا اذا اصطدم الانسان بواقع كهذا صحيح لكن أه انه يعني ارى انه من الظلم انه تلميذ يحرم من البكالوريا أه بسبب تاخر صحيح هو يعني طبعا التعليمات الجديده هو يعني هنايا نقص في الممارسه كان تعليمات نحطوها يعني نظريه نعم أه؟ قانون نص نظري وفي التطبيق هنا المشكل في الممارسه والتطبيق لان في دائما كان حالات استثنائيه في أه؟ بعض الاحيان كان اشياء غير متوقعه نعم. الاستعجالات هذيك اللي تجرى قبل يعني دقائق في بعض الاحيان كما هنا نتاسفوا يعني الحالات نتاع الطلبه يعني دقائق يعني مجرد بعض الدقائق يعني عرقلت مصير لا 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 لا، الطالب فيما يخص اجتياز الامتحان كان ممكن إذا عفوا سامحيني أستاذة في هذه النقطه انه نسجل اسماء تلاميذ المتاخرين نشوف اذا تفوق في كل المواد اللي اجتازهم يكون تكون عنده فرصه أه ندير لهم في سبتمبر دوره انه يمتحن في الماده اللي جا فيها متاخر يعني اذا كان تحصل على المعدلات في كل المواد اللي اجتازها حتى ما نحرموش ما نظلموش أه انا يعني يا لأ لأ انا واش نقول للطلبه هذو اه واش نقول للطلبه هادو انه ي... يدير لهم بين نفسه يحكموا على بالي مم. أه؟ مم. الوضعيه ماهيش سهله اه الوضعيه حساسه وصعبه يعني ما نهربوش من الواقع أه؟ فيما يخص يعني الانعكاسات النفسيه لكن الطالب لازم يكون واعي ويتحمل ايضا المسؤوليه احنا ما رانش نقولوا هكذا احنا ندافعوا على الطالب طبعا راني كاع ندافعوا على الطالب يعني حتى بعض التعليمات اللي توضع على الوزاره يعني والها والسلطات يعني هي في فائده الطلبه الاخرين صحيح. آه؟ لان الطلبه هذو اللي رايحين يستفادوا ما نقولش يستفادوا اللي رايح رايحين مصائب قوم عندكم قوم نعم. يعني هذو يستفادن... الطلبه اللي كانوا يروحوا ضحيه يعني الغش تاع طلبه اخرين اللي رايحين يتفوقوا عليهم وهذا راه يعني عمل مجهودات وما وما, وما مارش الغش اثناء اجتياز امتحان والطلبه هذوك اللي كانوا يجتاز يمارسوا هذا ويقوموا بالغش يعني في, في اثناء سلوك التاخر اذا هنا ثاني رانا ظلمنا طلبه كثير اه اذا الطالب لازم يتحمل المسؤوليه احنا يعني الطالب الطالب نوقفوا معاه وندفعوا عليه ونفهموا النفسيه تاعو ونفكروا يعني في حل اللي كيما طرحتيه لما لا ارجو يعني سلطات الأخذ بعين الاعتبار هذه الحالات الاستثنائيه <applause> أه؟ ولا يعني حتى التحاور معها واستدعائها والتحاور معها لرفع من معنويات الطالب أه؟ اللي ما راحش يساعدوا هذا الاحباط واللي ما راحش يساعدوا هذا هذه الوضعيه، يعني معليش يكونوا جهات معنيه يتكلموا معاهم يتحاوروا باش يدلوا تقدير الذات واسترجاع الثقه بالنفس اللي راح تساعده يواجه ويكمل الكفاح نتاعو، لكن لازم الطالب ثاني كما قال الاستاذ يتحمل المسؤوليه نتاعو اللي ما يستهنش في امتحان كما شهاده البكالوريا انه يستيقظ باكرا ويدير الحساب تاع المسافه يعني والطالب انه الا مراهق اه اذا الاولياء أه أه؟ على مساعده الابناء يعني في المرافقه وفعلا نتكلم الاولياء مم. اللي عندهم الوسائل اللي ما عندهمش الوسائل التوجيهات والوقوف والنصائح والارشادات يعني صحيح. للطالب حتى الاخر المسار يعني حتى لا. الدقائق قبل اجتياز الامتحان يعني. لازم الاولياء يتحملوا المسؤوليه صح. لان المراهق يعتبر طفل قاصر طفل مراهق نقول اطفال مراهقين <applause> أه؟ ما راهش راشد ما راهش واعي باش يقدر في بعض الاحيان ي... 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 كما نقولوا يحسب المسافه أه؟ وده حتى وانه متوتر لانه سيجتاز الامتحان ويحتاج الى التركيز راح تفوتوا حتى باش يراقب لا 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 الساعه نعم. اذا ننصح الاولياء يوقفوا مع الطلبه وما لهمش الضغط وما رايحيش يحطوا الطالب انه في وضعيه يعني ظلم كبير اللي راح ما يساعدوش باش يواجه هذه الوضعيه بكل صبر وتاني وتعقل أه؟ وحوار مم. انه سيكون اكيد حوار مع الاساتذه حوار مع اخصائيين نفسانيين آه اللي هنايا وجهي الخاصه اللي يعني نحبدها ونشجعها وكنت نحاول نطبقها مع التلاميذ تاعي أه يعني المقاربه بالكفاءات انا الهدف الاساسي نتاع المقاربه بالكفاءات ليس في شك في, في, في الجانب الشكلي او المنهجي فقط مم. يعني انا كنت نحبدها من حيث الاهداف نتاعها لازم يكون واعي الاستاذ الاهداف تاعها علاش ما نديروش حاجه هكذا مع الطالب ونغامرو بالطالب ونديروا هكذا ك... يعني نجربوا عليه جميع الوسائل لا انا هذه لازم ناخذ بعين الاعتبار القدرات الانسانيه والعقليه المعرفيه اه تاع الاستيعاب تاع الطالب ولازمنا ننطلقوا من الفكره ان من دايما نرفعوا من مستوى حتى ولو عنده حدود في ما يخص القدرات شفنا باللي طلبه كثير وهذا اثناء يعني التجربه كنا نشوفوا يعني في بعض الحالات اللي كانوا يعني انطلقوا بمستوى يعني متدني ومنخفض وما كانوش عندهم قدرات معرفيه وكانوا عندهم مشاكل معرفيه كالنسيان والتركيز صحيح. لكن ها المبادره تاع الاستاذ والاولياء, والأولياء يعني ان ترافاي كوليكتيف ان دو بارتنيريا لي تري امبورطون بالنسبه للتلميذ والطالب صحيح اذا التلميذ لما, لما يشارك استرجعوا يعني التلميذ لما محتحكم. يشارك في الدرس في التجربه يعني اكيد انه التجربه تقعد لك دائما في راسك لا. لما تشارك انت في الدرس حتشفى عليها فوالا لان دي... الاهداف شوفي مه. الفوائد من حيث الجانب البيداغوجي راح يساعد الاستاذ حتى هو كي يشارك مع معها يعني الطالب ما راحش يشمئز احنا كي نتكلموا على الجانب النفسي الطالب ثاني الجانب النفسي تاع الاستاذ مهم أه. الاستاذ اللي ربما عنده ظروف اجتماعيه ما رانيش نتكلم الاستاذ ما لازم كي يخرج من داره ويدخل المدرسة لازم يركز لكن بعض الحالات فيما يخص الصحه والقدرات حتى الاستاذ والاستاذ اللي سنوات أه. وربما المسافه وربما بعض الظروف اذا هذه الطريقه هذه المنهجيه اللي تكون فيها مرونه وش الموتيفاسيون تكون حركه تكون حيويه يكون هي اللي راح تكون هذيك العلاقه بين الاستاذ يعني راح يشوف هذاك الطالب يشوفه في نفس المستوى الاستاذ كي طلق من هذه شفنا طلبه مبدعين يجيبونا في بعض الاحيان احنا ننتظروا اجابه اجابه بسيطه نشوفوهم يخرجوا باجابات يعني فيها ابداع طرق تحفيزيه في التدريس غايبه شويه في المجتمع في المدرسه الجزائريه ما عندناش تحفيز انه الطالب المبدع ما عندناش تحفيز ليه ربما ما كانش حاجه لي تخليه ربما نستغل الذكاء تاعو نستغل الابداع ديالو في اشياء ربما نخليه انه يزيد نميوا المهارات هذيك الابحاث وهذيك الاعمال اللي يطلبها الاستاذ ما لازمش كيمدها له الطالب آه تبقى مجرد تقييم اه يمدها له يقيمها ويرجعها له ما فيش ابحاث نعم مك... أبحاث كلها مرة عن طريق ايه. الانترنت يعني ايه. لكن نشوف بحث, بحث و... ونعطيك نقطه عليه يعني انا ما نحاسبكش لماذا يعني درت الامتحان البحث ديالك فقط من الانترنت يعني هذه تكون عندها ان شاء الله يكون آه. عندنا يعني... وقت اكبر لحتى آه. لح نعالج يعني من, من... نعم من حيث يعني المشاركه المشاركه اليوميه نتاع بين الطالب والمباشره يعني وهذيك الأعمال والابحاث والافكار اللي يجيبها الطالب ما لازمش لازم توجد نعم. ويعطيها القيمة تاع نعم الأستاذة فيزان انتهى وقت الحساب أستاذ بركنا باختصار يعني هذه تاع المقاربة بالكفاءات يعني لو تجسد ميدانيا هذا هو المستقبل تاع الطالب الجزائري ولكن لاحظ يعني في بساطة برك الآن الأستاذ يجي يطبق المقاربة بالكفاءات ويصيب قدامه 40 45 تلميذ هي نورمالمون لي نورم نتاعها 20 تلميذ ينجم <applause> كيما نقولوا حنايا الاستاذ ميتريزي القسم نتاعو يعرفهم يصيب ضخامة المنهاج <applause> كيما المحيط الهادي التلميذ وين يروح يصيب لا نهاية ما يصيبش كيما نقول هي من المفروض المقاربة بالكفاءات في المنهج الجديد نورمالمون تكون محاور نقولوا خمسة ستة مم. مم. ويتكون عليها حوار عميق مم. هنا نجمع نقولوا نعم. باللي رايحين نكونوا التلميذ اما إذا كان قاعد منهاج طويل ان شاء الله و... ان شاء الله يكون عندنا فرصة انه نعاودوا نناقشوا هذا الموضوع ان ويكون عندنا وقت اكبر ان شاء الله ان شاء الله فقط نصيحة للاولياء اليوم اللي راهم يتابعوا فينا اكيد تلاميذهم ممشي يتابعوا فينا لانهم لا. في مراكز الامتحان الصحيح. كيفاش ربما يشجعوا اولادهم للامتحان يعني العشية ان شاء الله والامتحانات اللي جايه اقل من 10 الم... ثواني نعم, نعم دائما الم... المرافقه ان شئنا ونتمنى لهم ان شاء الله النجاح ان شاء الله لهم يكون عندهم الاستقرار النفسي والثقه في النفس ان شاء الله, الله. باختصار نعم ثواني وضيف انا للاولياء ما ديروش الضغوطات هذيك النفسيه اللي راح تشكل انعكاسات نفسيه للطالب وراح تخلق مم. له القلق اه والارتباك والتوتر نتاع يسقسيوه يوميا كانه ان انتيغاطوار كانه يحط روحو في صحيح. محكمه اذا الاولياء ي... حتى يعني انه بعض الاولياء يعني بعض الامهات يعني حتى نعموش عليهم لي توبليجي على وليدها تقول وليدها ولا بنتها لازم تجيب الباك يعني حتى يعني كان اخصائيه معايا البارح قالت لي باللي كاين بعض التلاميذ حتى راحوا حبوا يلجؤوا للالتحاق قال لك خوف لو كان ما نجيبش الباك ماما واش دير فيا نشجع برك الاولياء أه. اللي يشوفوا مادام تكلمنا على الاولياء اللي يشوفوا الاطفال تاعهم عندهم مشكل في الثقه <تصفيق> <تصفيق> يعني تاع الغش هذا نعم. يتصلوا باخصائيين نفسانيين عشان يساعدوهم باش ينحيوا هذا شكرا جزيلا دي. لك السيده فايزه شكرا. واستاذ براكنا على كل هذه التوضيحات شكرا جزيلا